نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عرفنا أن للاستواء معان أربع: العلو والارتفاع والصعود والاستقرار. نعم. السؤال: أنني قد قرأت إن من معاني الاستواء القصد، فهل هذا صحيح؟ وذلك في الآية: ثم استوى إلى السماء. نعم، من العلماء من فسر هذه الآية بقصد، ومنهم من فسرها بمثل الاستواء على العرش، لأن الصعد وارتفع على، وهذا هو الصحيح، هذا هو التفسير الصحيح. لكن لا يعد هذا من معاني الاستواء على العرش، ما يعد من معاني الاستواء على العرش. نعم.